بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معنا اليوم شخصية لما لاقت الرعاية والعناية استطعنا أن نستفيد منها. وهناك كثير جدا ممن كان مثل هذه الحالة، ولكن لأنهم لم يلقوا العناية والرعاية المناسبة فضاعوا في مسيرة الحياة. صحيح. ما الذي يحدث؟ عندنا الآن محمود ابن محمد رمضان. محمد رمضان ساكن في باب البحر في منطقة باب الشعري، يودي ابنه إلى كتاب الشيخ محمد المغير رحمه الله تعالى، والولد يحفظ. إمتى الكلام؟ محمود رمضان ابن محمد رمضان مولود 1929 وعاش معانا 53 سنة، فميت سنة 81، يعني برضو زي ما بنقول اتخطف. لكن محمود ولد ضرير، فوداه للشيخ محمد المغير علشان يحفظ القرآن، فحفظ القرآن. عايزين ننتقل للمرحلة التانية وهي الأحكام والتجويد والحاجات اللي زي كده، فوداه لواحد من العلماء، مش اللي هو بيحفظ بقى السرد ده اللي بيعلم المخارج واللي بيعلم أحكام الغنة والمد وكذا إلى آخره، سعيد الكبابجي، فضيلة الشيخ سعيد الكبابجي، اللي بيعلمه بقى الـ 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 الأداء والعطاء والقراءات سعيد عبد الله. يبقى هو تنوعت المشايخ بتاعته على التراتيب التي يسير فيها الإنسان بالعناية والرعاية. أكيد. محمود رمضان بيسمع مين حينئذ؟ هو مواليد 29. علي محمود. علي محمود أستاذ الكل طبعا، أستاذ داروش الحريري، أستاذ رفعت، أستاذ وأستاذ في إيه في المقامات. ومن ضمن المقامات التي كان يقرأ بها ويوشح بها ويعلمها مقام اسمه مقام الكرد. مقام الكرد ده ما تلاقيش حد يقرأ بيه أبدا، لأنه هو مقام أصلا، يعني تلاقي مثلا الأكراد الإيرانيين الأتراك المنطقة بتاع الشمال دي بتاع مزبوط. شمال العراق دي أيوة يقولوا الكرد ده كتير، مش منتشر عندنا احنا هنا. لا احنا مش 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 يعني مش المقام اللي الشائع عندنا أو المقامات الشائعة عندنا. ولما تتتبع القراءات القراء بتوعنا تلاقيهم يعني ايه ما يدخلوش في الكرد ده كتير. محمود ابن محمد رمضان لقط من علي محمود، الشيخ علي محمود، الشيخ علي محمود استاذ الكل يعني، ايوه، لقط منه كيفيه اداء مقام الكرد. ابتدى الشيخ سعيد عبد الله ياخده ويوديه الليالي، وفي وقت معين جلالة الملك كان في حاجة اسمها مدرسة التجارة بالمنيرة. عندنا شارع القصر العيني كده كان في التجارة القديمة بتاعت عين شمس. التجارة القديمة بتاعت عين شمس دي اسمها مدرسة التجارة، وكان قصادها حاجة اسمها دار العلوم. حضرة جلالة الملك راح مطلع قرار ملكي بضم وتحويل مدرسة التجارة العليا إلى كلية التجارة، وأن تتبع جامعة القاهرة. فالمكان ده اللي في المنيرة اللي هو دلوقتي بقى مكانه معهد التعاون. أيوة مظبوط صح، واخد بالك المكان ده اللي هو معهد كلية التعاون. التجارة الأول أو مدرسة التجارة زمان، ونقابة الفلاحين ومش عارف إيه والتعاونيات. معهد التعاون ده هو كان مدرسة التجارة اللي حولها الملك
تبعا لجامعة القاهرة إلى كلية التجارة جامعة القاهرة. وفضلوا يدرسوا لغاية ما نقلوا هناك في الحرم الجامعي عند القبة اللي بنتها الأميرة فاطمة بنت إسماعيل ومعاها مجموعة من البشوات، ودي بقت تجارة عين شمس لغاية ما عين شمس راحت في المكان اللي هي موجودة دلوقتي في العباسية. فكل دي قصص شاهدنا بعضها يعني عصرناه وبعضها كان قبلنا. عاملين حفلة، الشيخ سعيد عبد الله مسك محمود الصغير 9 سنين وراح بيه للحفلة دي. الراجل مدير المدرسة سمعوا انبهر، ده اسمه الطفل المعجزة، وقدمه للناس في الحفلة بهذا الاسم. ستستمعون الآن يا معشر الخلق إلى الطفل المعجزة. وخرج الطفل المعجزة علشان يقرأ لهم القرآن الكريم بمقام الكرد كما لقطوا من سيدنا الشيخ علي محمود. علي محمود كان ضرير، وده كان ضرير سبحان الله. وبدأ صيته ينتشر، ومع صغر سنه زاد الطلب عليه علشان عايزين نشوف التحفة ده اللي هو مع صغر السن حافظ كويس حلو قوي، الصوت تمام، الأداء تمام، وفي حاجة جديدة كمان وهو أنه بيجيب الكرد، والكرد ما هواش كل واحد يقدر عليه. تتلمز عليه في هذا الشأن الشيخ الهلباوي، الشيخ الهلباوي المبتهل المعروف، المبتهل المعروف. كان ساكن في باب الشعرية، شاف محمود رايح محمود جاي، صاحبه بقى تلميذه علشان يعلمه ازاي المخارج والمداخل بتاعت المقامات اللي متعلمها دي سماعا وزي ما تقول فطرة. مين بعد كده؟ واحد كان اسمه محمد عمران، ومحمد عمران ده هو كان الناس يعني مبسوطين بيها قوي، وبرضه زي ما بيقولوا المصريين اتخطف يعني هو بأجله بأجله، ولكن يقولوا كي يعني ايه اتخطف، يعني مات صغيرا، يعني ما فيش اعتراض ولا حاجة، في تسليم بأمر الله، ولكن يعني الفرصة بتاعت الحياة ما كانت قليلة. وأصبح من تلامذته محمود رمضان، أصبح من تلامذته الاثنين دول محمد الهلباوي ومحمد عمران، وبقوا يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض ويعملوا كده. محمد عمران الله يرحمه برضو كان ضرير الله يرحمه، لكن استفاد من مدرسة أو من محمود رمضان فيما بعد.